السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حكيمي اشرف حكيمي وكاين المرابط، هما يعني يلعبوا في الدفاع اكثر، كانوا يعطيوا حصانه للدفاع يعني. المهاجمين رانا مش مخصوصين يعني. اشرف حكيمي حتى واحد معنا، حتى واحد مغرب يلعب مع الجزائر. اشرف حكيمي، اشرف حكيمي لوسيل جوا، اشرف حكيمي. كانوا بزاف، كان التيمومي، كان بودربالة، كان الخوا في زوز، وش اسمه هذاك نسيت اسمه، دقرون جوار. مروك عندها، مروك عندها لي جوار، عندها ملعبية بزاف، عندها ملعبية كبار. في المنتخب المغربي تمنيت يكون بن عطية ومهدي بن عطية، يكون في المنتخب الجزائري في الوقت اللي تم، اللي كان ما عدناش قلب دفاع بصفة عالمية. تم كان بوقرة، كان حليل صحيح، أدوا مشوار رائع ومشوار بطولي في المنتخب، لكن تمنيت مهدي بن عطية لأنه إضافة الحقيقة، إضافة قيمة كان يكون المنتخب الجزائري. زياش حكي درك نحبوا الملاعبية كيما نقولوا احنا، واحد لاعب ملاعبية نحبوهم يكونوا بيع. أشرف حكيمي والله توصل يعني المغاربة، يعني كل لاعبين تاعهم كل يلعبوا جيدين والله، كل ممتازين. نقول بصراحة مثلا زياش يعني لاعب ممتاز. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.